بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم التجاري الصف الخامس. معانا النهاردة محاسبة المادة الإدارية، هنكمل فيها استكمال لبعض الحلقات اللي احنا خدناها قبل كده. إن شاء الله ندرس النهاردة الموازنة التخطيطية للمشتريات. بس قبل ما أدخل في الموازنة التخطيطية للمشتريات، أنا حابة أعمل لك مراجعة على الحلقات اللي احنا خدناها قبل كده. طيب النهاردة هسألك سؤال وتبدأ معايا ورقة وقلم، وابدأ استرجع وذكر نفسك بالمعلومات اللي انت خدتها معايا في الحلقات السابقة. طالب الصف الخامس بياخد المنهج كله على بعضه، فما ينفعش تسيب نفسك لان انت واخد سنة كاملة. فكل شوية اعمل مراجعة على الدرس اللي قبليه على اساس تبدأ تتذكر فيه. السؤال الاولاني معايا هيكون، وده سؤال مراجعة، تعالى نشوف السؤال بيقول لي ايه. بيقول لي هنا من طرق التنبؤ بالمبيعات 5 نقط، السؤال التاني ص بتساوي أ زائد ب نقط، السؤال التالت أ بتساوي نقط، السؤال الرابع إذا كان مجموع الص بتساوي 39 ومجموع السين ص بتساوي 125 ومجموع السين تربيع بتساوي 28، وكانت سنة الأساس عندك 2012، فالمطلوب ان انت ايجاد معادلة خط الاتجاه العام والتنبؤ بمبيعات سنة 2018. طيب تعال نشوف اجابة كل سؤال ونشوف انت جاوبته صح ولا جاوبته غلط. السؤال الاول اجابته من طرق التنبؤ بالمبيعات. احنا خدنا المرة اللي فاتت ان انا عندي 5 طرق تنبؤ بالمبيعات: الطريقة التاريخية، الطريقة المؤشرات، طريقة اراء ومندوب رجال البيع، وطريقة أغلبية آراء المديرين، والطرق الإحصائية والرياضية. وأنا عندي 3 طرق إحصائية ورياضية: طريقة متوسطات بسيطة، طريقة متوسطات متحركة، وطريقة متوسطات طريقة السلاسل الزمنية اللي هي معادلة خط الاتجاه العام. وخدنا المرات اللي فاتت قلنا ان انا ما بستخدمش الطريقتين الاولانيين، وده بسبب يعني طريقة المتوسطات البسيطة طريقة المتوسطات المتحركة بسبب عدم الدقة بتاعتهم، واحنا بنركز على ان انا بتنبأ بالمبيعات عن طريقة معادلة خط الاتجاه العام. ده هيوصلنا للسؤال التاني اللي هو معادلة خط الاتجاه العام، وهو بيقول لك ص بتساوي أ زائد نقط، بتبدأ تكملها ص بتساوي أ زائد ب س. طيب والسؤال الثالث كان بيقول لك الالف اقدر اجيبها ازاي؟ الف بتساوي مجموع الصاد على النون. ممتاز جدا، انا شايف ان الاجابات بتاعتكم تمام. السؤال الخامس معانا في الحلقه اللي هو مراجعه على الجزئيه القديمه. انا مش بادئه معاك التمرين من بدايته، يعني انت هنا انا مش هعطيك بدايه التمرين، انا هعطيك الارقام جاهزه. طالبه منك حاجتين، طالبه منك ان انت تثبت لي المعادله او توجدها لي، طالبه منك ان انت تتنبأ لي بسنه 2018. انا هنا عطشاك معطيات التمرين كلها جاهزه. هو ممكن التمرين في الامتحان يجي لي كده؟ اه طبعا، الامتحانات بتاع المحاسبه الاداريه ممكن تيجي بشكلها المباشر او بشكلها غير المباشر. احنا عرفنا قبل كده ان المحاسبه ماده فهم، فلازم أن تكون موسع تفكيرك ومستوعب الماده كويس. ماده المحاسبه الاداريه مش ماده حفظ نهائي، تمام كده. تعال نشوف هنقدر نحل معطيات التمرين بتاعت ازاي. بيقول لي هنا عشان اوجد معادلة خط الاتجاه العام عوض، اكتب قوانينك وعوض. طب القانون الاول كان بيقول لي ان الف مجموع الصاد على النون. طب انا هنا اوريدي انا عطشالك مجموع الصاد، مجموع الصاد معاك ب 39، طيب وعطشاك النون كمان ب7، يبقى مجموع الصاد على النون عطاني 5571 من 1000. نيجي بعد كده نجيب ب. طول ما انت بتكتب قانون انت تمام، القانون معاك، اكتب قانون وابدا عوض عن معطيات القانون بتاعتك. طيب القانون الثاني بيقول لي ب بتساوي مجموع س ص على مجموع الس تربيع. مجموع الس ص انا هعطيهولك فوق اهو، مجموع الس ص 125، مجموع الس تربيع كان 28، يبقى لما اقسم 125 على 28 هيديني ان الب عندي ب 4462. انا كده اوجدت الالف واوجدت الب، وتبدا كده بتعوض عن معادله خط الاتجاه العام. يبقى ص بتساوي 5571 زائد 4462 من 1000 في الس. من المره اللي فاتت انا اتفقت معاك ان انا لو انا مش هعطشاك سنه التنبؤ انت ما عندكش سين، ما
ما تقدرش تجيبها غير لما اطلبها منك. يبقى انا كده المطلوب الاول انا اوجدت معادلة خطر اتجاه العام بس. طب المطلوب الثاني كان بيوصلني ان هو محتاج يتنبأ بسنة 2018. تعال نشوف سنة التنبؤ. انا جبت سنة المعادلة الاساسية بتاعتي اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها، تمام. كل اللي انا هعمله المرة دي ان انا هتنبأ بالسنة بتاع 2018. يبقى س بتساوي 2018 ناقص سنة الاساس هو كان مديها لك من ضمن معطيات التمرين بتاعتك بتساوي 6. يبقى 2018 ناقص 2012 بتساوي معايا 6. ابدأ عوض عن المعادلة بتاعتك. الألف ب 5,571 من ألف، زائد الب ب 4,462 من ألف، في السين هنا ب 6، يبقى يديني ان مبيعاتي في سنة 2012 هي 32,343 من ألف. احنا كده خدنا مراجعة بسيطة عن جزء اللي احنا خدناه الحلقات السابقة. كل حلقة ان شاء الله هبدأ اديك في نهاية كل حلقة تمرين تبدأ تذاكره وتبدأ تجاوب عليه على اساس تطبق المحاسبة تطبيق، وفي بداية كل حلقة ان شاء الله هبدأ اديك مراجعة على اللي احنا خدناه في الحلقات السابقة، تمام. طب هو ايه موضوع بقى ان الحلقة بتاعتنا النهاردة؟ حلقتي النهاردة هتبدأ هنكمل باقي الموازنات التخطيطية. احنا في الحلقات السابقة خدنا وقلنا ان المحاسبه الاداريه الاساس فيها ان هي بتعمل لي موازنات تخطيطيه، والموازنه هي عباره عن خطه عمل يجب تنفيذها واتباعها لتحقيق هدف معين. واتفقنا ان الموازنات عندي بيتم في تسلسل منطقي، وهي مجموعه من الموازنات الفرعيه تبدا بموازنه المبيعات اللي بيترتب عليها اغلبيه الموازنات اللي بتبدا بعد كده معايا. النهارده هناخد تاني موازنه وهي الموازنه التخطيطية للمشتريات. طب تعال شوف معايا ايه هي الموازنة التخطيطية للمشتريات. الموازنة التخطيطية للمشتريات يعني بيتم اعدادها طبعا في المنشآت التجارية، وبعد اعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات اللي هي كانت الاساس زي ما اتفقنا بتعتمد عليه كل الموازنات الفرعية، ببدأ بعد الموازنة التخطيطية للمبيعات ابدأ ان انا اعد الموازنة التقديرية للمشتريات. طيب ايه هو الهدف بتاعي من الموازنه التخطيطيه من المشتريات؟ الموازنه التخطيطيه من المشتريات ليها اربع اهداف رئيسيه. اول حاجه بان هي بتساعد مدير اداره المشتريات في تخطيط احتياجاته ووضع برنامج للمشتريات، بحيث ان هو يكون عنده الاحتياجات بتاعته في الوقت المناسب وبالسعر المناسب. طيب وايه تاني؟ قال لي تاني تعالى نشوف مع بعض. هي بتساعد إدارة المشتريات في رسم خطط النقدية بما يضمن سداد التزاماتها قبل الموردين. يعني إيه بتساعد مدير إدارة المشتريات في رسم الخطط؟ إحنا بنبدأ نشتري الاحتياجات بتاعتي، بتتم في تعامل مع الموردين، ممكن أدفع لهم جزء نقدي وجزء آجل. الموازنة هنا بتبدأ تعرفني احتياجاتي بالظبط، وأبدأ أجدول عليها جدول مواعيد سدادي مع الموردين على أساس أبدأ ألتزم بيه، تمام كده. نيجي الهدف الثالث معايا، هو بتساعد إدارة المخازن في تحديد وتنفيذ خطة وسياسة المخزون. يعني ايه بتساعد إدارة المخازن؟ ايه علاقة المشتريات بإدارة المخازن؟ المشتريات بتاعتي ما ينفعش اشتري كمية كبيرة وابدأ ادور على مخزن، او ما يكونش عندي مخازن كافية تستوعب كميات المشترى. ده هيكلفني تكلفة عالية وهيكلفني راقد في المخزون، وفي نفس الوقت هيسبب لي مشكلة ان انا هبدأ ادور على مخازن جديدة ابدأ اخزن فيها. فكون ان انا بعمل موازنة تحدد الاحتياجات المطلوبة بالظبط مني، وان انا اوفر كميات للفترة بتاع الانتاج بتاعتي، ده بيساعدني ان انا اخطط ادارة وادير المخازن مع المسؤول المخازن بتاعتي. اخر هدف من اهداف موازنه تخطيطيه للمشتريات هي ان انا ابدا احدد تكلفه التوريد والتخزين. تكلفه التوريد المقصود بيها تكلفه الشراء بتاعتك. تكلفه التخزين زي النقطه اللي فاتت ما وصلتني، ان انا بقدر اعرف منها ان تكلفه التخزين بتاعتي والكميات المتخزنه، وهل هتكفي المخازن بتاعتي ولا هضطر ان انا ادور على مخازن تانيه وهكذا. طيب ازاي ابدا ان انا اعد الموازنه التخطيطيه للمشتريات؟ قال لي تقدري تعديها عن طريق معادله بسيطه جدا. تعال نشوف المعادله. عشان ابدا اعمل موازنه تخطيطيه للمشتريات، اول خطوه انت معاك معادله بتتم بيها. هتجيب كميه المبيعات التقديريه، بنجمع عليها كميه المخزون اخر الفتره اللي هو
متبقي معايا زائد دي كده بتسوي لي اجمالي الاحتياجات بتاعتي. طيب نبدأ نطرح منها كمية المخزون او للفترة، بتساوي معايا هتديني كمية المشتريات اللي انا عايزة اشتريها، هنضربها في سعر الشراء بتديني كمية المشتريات التقديرية. يعني ايه المعادلة؟ المعادلة بشكل ابسط انت هتجمع اول اتنين بنطرح اول تاني اتنين بنضرب تالت اتنين بتديني قيمة المشتريات اللي انا محتاجاها خلال الفترة. طب هتبدأ معايا بكمية المبيعات التقديرية، انا متوقعة ابيع كام عشان ابدأ ان انا اشتري على اساس ان انا انتج وقابل المبيعات بتاعتي. هجمع عليها كمية المخزون اخر الفترة اللي كان فاضلي من المبيعات بتاعتي، ده بيديني اجمالي الاحتياجات. اول ما توصل لاجمالي الاحتياجات بنطرح منها المخزون اول الفترة اللي هو كان متبقي من الفترة السابقة، هيديني كمية المشتريات اللي انا محتاجة اوريدي اشتريها. بعد ما توصل لكمية المشتريات التقديرية اضرب في سعر الشراء التقديري يديك قيمة المشتريات التقديرية خلال الفترة اللي احنا بنعمل عنها الموازنة التخطيطية. لو لاحظت حاجة في المعادلة، احنا دايما مستخدمين كلمة التقديرية، ودي هنستخدمها على طول في المحاسبة الإدارية زي ما احنا اتفقنا من أول حلقة إن المحاسبة الإدارية هي تقديرية أرقام تنبؤات، لكن بتكون أقرب إلى الواقع كل ما المدة اللي أنا بتنبأ بيها بتقل معايا. طيب تعالى عشان تبدأ تفهمني أكتر نبدأ ندي مثال عملي تقدر تستوعب بيه الكلام اللي أنا بقوله. بيقول لك هنا مثال، المطلوب إن أنا أعد الموازنة التخطيطية للمشتريات من السلعة ألف إذا توفرت البيانات والمعلومات الآتية لعام 2001. كمية المبيعات المقدرة عن عام 2001، أنا عايزاك تركز جدا في التاريخ اللي أنا هشرحه لك في البداية، وهقول لك ليه تركز في التاريخ. أنت هتعد موازنة تخطيطية عن 2001، وفي التمرين هيديك كمان سنتين، سنة قبل 2001 وسنة بعد 2001. اللي قبل 2001 ده يعتبر عندي مخزون أول المدة لسنة 2001، واللي بعد 2001 يعني احنا بنتكلم في السنة الأساسية عندي 2001، هو هيديك بيانات تمرين 2000. 2000 دي بالنسبة لي هي بداية سنة 2001 أول مدة. طب وهيديك 2002 كمان، 2002 بالنسبة لي هي آخر مدة 2001. يبقى تاني مهم جدا افتكر السنة اللي انت بادئ بيها التمرين بتاعك، وفي السنة اللي انت بادئ التمرين بتاعك السنة دي هيكون قبلها سنة وبعدها سنة، السنة اللي قبلها هي أول مدة، السنة اللي بعدها آخر المدة، وده عشان ما تتلخفنش. تمام؟ طيب كمية المبيعات المقدرة عن عام 2001 زي ما اتفقنا هي 5000 وحدة في الربع الأول، 15000 وحدة في الربع الثاني، 20000 وحدة في الربع الثالث، و10000 وحدة في الربع الرابع. يا ريت يبقى معاك ورقة وقلم وتسجل بيانات التمرين بتاعنا على أساس تبدأ تركز معايا في أرقام التمرين. انا هنا مقسمين السنة، اتفقنا ان انا بقسم السنة 4 ارباع، كل ربع بيتضمن 3 شهور. تمام؟ كمالة بيان التمرين كمية المخزون من السلعة في نهاية عام 2000. لاحظ هنا ان هو نهاية عام 2000 هي بداية عام 2001، يبقى المخزون ده هو مخزون اول المدة بالنسبة ل2000 وكام؟ 2001. قال لك 1400 وحدة. يقدر المخزون اخر كل ربع سنة بما يعادل 10% من مبيعات الربع الذي يليه. احنا اتفقنا ان انت كل ربع بيمثل بالنسبة له الربع الذي يليه اول مدة بالنسبة له. تمام كده؟ طيب تقدر كمية المبيعات التقديرية للربع الاول عن عام 2002 بما يعادل 8000 وحدة. لاحظ الربع الاول لعام 2002 هو بالنسبة لعام 2001 هو نهاية المدة بتاعتك. تمام؟ عطاني سعر الشراء التقديري للوحدة اللي هي 150 جنيه. ركز معايا في بداية التمرين والنقطة دي تركز فيها قوي، انا هرجع لها عشان تشوف انت عامل ايه. انا عايز احسب التمرين ده بالظبط هيتحل معايا في خطوتين. الخطوة الاولى ان انا هجيب مخزون اخر المدة لكل ربع من الارباع بتاعتي. الخطوة التانية هبدأ اعد الموازنة التخطيطية. انت عشان تعد المخزون اخر الفترة انا عايز احصل على مخزون الربع اخر الفترة الربع الاول، ما باخدش رقم، انا بضرب حاجتين كمية المبيعات في نسبة المخزون. طيب
حضرتك هنا ما تاخدش كمية الربع الاول. ليه؟ لان انا بقول لك انا عايزة اخر المدة. طب يبقى اخر المدة الربع الاول هنبدأ ناخد الربع التاني، والربع التاني بناخد الربع التالت، والربع التالت بناخد الربع الرابع. طب وربع الرابع بناخد السنة التي تليها. عشان كده انا قلت لك ركز جدا معايا في السنوات، لان دي الفيصل او سر التمرين عشان احسن مخزون اخر المدة. تعال ارجع لبيانات التمرين، او قبل ما ارجع ليه بص معايا هنا، انا جايبة بيانات مخزون اول الربع الاول منين؟ مخزون اول اخر الربع الاول 15,000 في 10 على 100، يعني ضربة كمية المبيعات في 10 على 100 النسبة. طيب لو انت رجعت للتمرين هتقول لي ان الربع الاول كمية مبيعاته 5,000، احنا اتفقنا انا بحسب اخر مخزون اخر المدة، فالربع الاول هياخد 15,000 بتاع الربع التاني، والربع التاني بياخد 20,000 بتاع الربع التالت، والربع الرابع الربع التالت هياخد 10,000 بتاع الربع الرابع. يفضل الربع الرابع بتاعي مش واخد حاجة. هناخد السنة التي تلي 2000 وكام؟ 2001. ممتاز، انا سامع صح، انت بتقول صح، هي 2002 بناخد كمية الايه المبيعات بتاعتي. يبقى تعالى هنا نشوف مخزون اخر المدة. تمام، انا ضربت 15,000 في 10 على 100، 15,000 دي كانت تخص الربع التاني، اعطاني 1,500. مخزون اخر المدة الربع التاني اللي هو كان مبلغ كمية المبيعات اللي تخص الربع التالت اللي هي 20,000. تمام، 20,000 وحدة ضربناها في 10 على 100 عطتني 2000 وحدة. مخزون اخر الربع التالت اللي هو خدنا رقم الربع الرابع اللي هو 10,000 وضربناه في 10% عطتني 1000 وحدة. طب المخزون المقدر للربع الرابع اللي هي كنا واخدين ال 8,000 اللي تخص سنة 2002 في 10 على 100 عطاني 800 وحدة. وهنا انا عطاك ملحوظة مهمة، قلت لك ان مخزون اخر الفترة بيعتبر هو مخزون اول الفترة للفترة التي تليها. دي كده كانت الخطوة الاولى من الحل بتاعي. الخطوة التانية بنبدأ بالمعادلة بتاعتي، وعايزاك تركز في المعادلة. المعادلة زي ما اتفقنا ان انا بعمل بيان، بعمل ربع اول، ربع تاني، ربع تالت، ربع رابع، وبقى اسجل الاجمالي بتاعي. دايما في المعادلة بتاعتك عشان ما تتلخبطش احنا بنجمع اول رقمين، بنطرح تاني رقمين، بنضرب تالت رقمين. دي اسهل طريقة على اساس ما تتلخفنش ما بين خطوات الجمع والطرح والضرب. تمام، طيب هو انا بجمع ايه؟ انا بجمع كمية المبيعات زائد المخزون الاخر في الخطوة اللي انا حسبتها بيديني اجمالي الاحتياجات، بطرح منه مخزون اول المدة بيديني كمية المشتريات، بنضربها في سعر الشراء بتوصلني للي انا عايزاه القيمة بالمبالغ. تمام، تعال نشوف الخطوة التانية من حل التمرين. انا هنا بدأت اجيب كمية المبيعات التقديرية. كمية المبيعات التقديرية استخدمنا ارقامي زي ما هي، هنا ما بدلناش، انا خدت كمية المبيعات بتاع كل ربع. لاحظ معايا حاجة، انا بدأ هنا بال5,000، هنا بال15، هنا بالربع التالت ب20,000، هنا الربع الرابع ب10,000. ارجع معايا لخطوة التمرين اهي، انا واخدة كمية المبيعات بتاع كل ربع زي ما هي. الخطوة اللي احنا بنسيب فيها الجزء الاول او كمية المبيعات بتاع الربع الاول دي فقرة المخزون اخر المدة بس. تمام، يبقى انا هنا وصلت لكمية المبيعات التقديرية 5,000، 15,000، 20,000، 10,000، جمعنا في الاجمالي بتاعي وصل ل50,000 وحدة. هنجمع عليهم مخزون اخر المدة اللي انت جبته في الخطوة التانية، 1,500، 2,000، 1,800، وتعالى بقى هنا في الاجمالي. الاجمالي انا بجمع كمية المبيعات الاولى بس، يبقى انت هنا بتجمع كمية المبيعات الاولى بس، ده الاجمالي. لكن لما اجي للمخزون، لا انا بتكلم عن مخزون اخر المدة، فبقى هاخد اخر رقم اللي هو بتاع الربع الرابع ونحطه في خانة الاجمالي. يبقى ما تجمعليش مخزون اخر الايه اخر المدة. تمام كده، طيب تعال نشوف حاجة. انا اتفقت معاك ان انت اول رقمين بنبدأ نجمعهم، انا هجمع ايه وايه؟ كمية المبيعات والمخزون الاخر اللي احنا حسبناه في الخطوة اللي فاتت. مخزون اخر انت اللي بتجيبه، انت اللي بتحسبه. 5,000 زائد 1,500 عطاني الاجمالي بتاعي 6,500. طب 15,000 زائد 2,000 عطاني الاجمالي بتاعي 17,000. 20,000 وحدة زائد 1,000
بتديني 21,000 وحدة، هنا 10,000 زائد 800 بتديني 10,800 وحدة، هنا 50,000 زائد 800 بتجمع معايا 50,800. يبقى انا هنا عشان ما تتلخفنش في التمرين ده، انت بتجمع اول سطر بس فيه اللي هو كمية المبيعات التقديرية، بعد كده خانة الإجمالي بتتعامل زي أي عمود من الأعمدة بتاعتي، إن أنا بجمعها أو بطرحها أو بضربها زي الأعمدة اللي إحنا ماشيين فيها. أنا هنا وصلت معاك لإجمالي الإيه؟ إجمالي الاحتياجات. طيب تعالى بقى الخطوة دي وخلي بالك قوي. مخزون أول المدة هو المخزون اللي في نهاية كل فترة، يعني نهاية فترة الربع الأول هو بداية الربع التاني زي ما اتفقنا. طيب مخزون أول المدة الأولاني ده حضرتك مش هتجيبه، ده حضرتك عطهولك من معطيات التمرين، ارجع لأساس التمرين أهو. كمية المخزون من السلع في نهاية عام 2000، احنا اتفقنا في عام نهاية عام 2000 بالنسبة لعام 2001 هو أول الفترة، يبقى مخزون أول المدة أنا عطهولك من ضمن معطيات التمرين، ما تتلخفنش بقى. يبقى هنا هنجيب مخزون اول المده اللي هو 1400 اللي انا مديهولك من بيانات التمرين. طب نبدا مخزون اخر المده، شايف الربع الاول هو بدايه الربع الثاني، شايف الربع الثاني هو بدايه الربع الثالث، شايف الربع الثالث هو بدايه الربع الرابع، بحيث ان الربع الرابع مش هيظهر معايا لان انا بتكلم عن مخزون اول المده كل فتره. يبقى تاني انا بالنسبه للمخزون اول المده، مخزون اول مده هو بيعتمد على الخطوه اللي انت حسبتها اللي هي المخزون اخر المده، لكن اول ربع انت هيديهولك في التمرين لان اول ربع هو من معطيات التمرين او السنه السابقه. طيب هنبدا بعد كده ان الربع الاول يروح للربع الثاني، والربع الثاني يروح في الربع الثالث، والربع الثالث هيروح في الربع الرابع. طب نيجي لخانه الاجمالي زي ما عملنا بالظبط فوق، احنا هنا كنا بنتكلمين عن مخزون اخر المده، لكن هنا انا بتكلم عن مخزون اول المده، فانا هاخد ال 1400 عشان كده انا عاملاها لك بالقلم الاحمر عشان تعرف انا جبتها منين في الاجماليات. انا قلت لك ان احنا ما بنجمعش اي صف غير الصف الاولاني بس اللي هو بتاع كميه المبيعات. طيب نيجي بعد كده انا عندي هنا في الخانه دي وصل تاني رقمين اللي هو الاجمالي والمخزون الاول، بنعمل فيهم ايه؟ بنطرح الرقمين من بعض. طيب يبقى هنا انا هطلع 6500 ناقص 1400 تديني كمية المشتريات بتاعتي 5100، 17,000 وحدة ناقص 1500 تديني 15,500، دي كمية المشتريات اللي انا محتاجاها في الربع التاني. 21,000 وحدة ناقص 2000 وحدة تديك 19,000 وحدة كمية المشتريات اللي انا محتاجاها في الربع التالت. بالنسبة للربع الرابع 10,800 وحدة هطرح منهم المخزون الاول اللي هو 1000 يديني كمية المشتريات اللي انا محتاجاها 9,800 وحدة. نيجي بالنسبة للاجمالي معايا 50,800، هنطرح منها المخزون الاول يديني 49,400 وحدة. زي ما اتفقنا في بداية المحاسبة الإدارية في أول حلقة إن أنا الحلقة المحاسبة الإدارية بتديني بيانات كمية وبيانات مالية، الكميات كلها دي بيانات كمية، فأنا عطاك كمية المشتريات اللي أنت محتاجها. طيب لو أنت تهت قوي، مادام أنا عطاك بعد الرقم كلمة وحدة يبقى أنا عطاك كميات، لو أنا عطاك كلمة جنيه يبقى أنا عطاك قيمة. انا كده وصلت ان انا هوصل للكميات، انا عايز اوصل بقى للمبالغ القيمة. اضرب على طول زي معادلة زي الموازنة التقطيعية اللي خدناها للمبيعات، كمية في سعر تدي قيمة، يبقى انا برضو هضرب الكمية اللي انا وصلت لها في السعر اللي انا حطاه تقديري يديني قيمة المشتريات بتاعتي في كل ربع من الارباع. تعال نشوف القيمة هنجيبها ازاي. انا وصلت لكمية المشتريات 5100، هو كان عاطيني من ضمن معطيات التمرين سعر الشراء، يبقى انا هضرب ال 5100 في 150 تديني 765,000 جنيه، دي قيمه مشترياتي في الربع الاول. طب الربع الثاني لو ضربت ال 15,500 وحده في ال 150 جنيه هتديني 2,325,000 جنيه، دي كده قيمه مشترياتي في الربع الثاني. نيجي للربع الثالث، 19,000 وحدة هضربهم في 150 جنيه
يطلع معايا قيمة مشترياتي 2,850,000 جنيه، دي قيمة مشترياتي في الربع التالت. نيجي للربع الرابع، قيمة كمية مشترياتي 9,800 في 150 جنيه تديني 1,470,000 جنيه. إجمالي السنة بتاعتي أنا عايزة في السنة دي 49,400 وحدة، هضربهم في 150 جنيه يديني 7,410,000 قيمة مشترياتي خلال السنة كلها. يبقى أنا هنا في التمرين أنا وصلت معاك إن أنا عايزة أعرف قيمة أو كمية المشتريات اللي احنا هنشتريها خلال العام. عشان أوصل لكمية المشتريات بتاعتي بدأت بكمية المبيعات اللي أنا متوقعة أبيعها، وكمية المخزون اللي فضل عندي آخر المدة، وكمية المخزون الموجود عندي أول المدة، ونبدأ بنجمع الكمية المبيعات أجمع عليها مخزون الآخر تديني إجمالي الاحتياجات بتاعتي، بنبدأ نطرح منها المخزون الأول تديني كمية المشتريات اللي أنا هشتريها. يبقى أنا هعطيها لك بعدد الوحدات كمان. طب لو أنا عايزاها بفلوس اضرب في سعر الشراء يديك قيمة المشتريات خلال العام. وهو هنا جاب لك كل ربع باحتياجاته، يعني كل 3 أشهر احتياجاتها كام، وفي الآخر جاب لي الإجمالي بتاع السنة. يبقى السنة بتاعتي هنا هيكون إجمالي المشتريات بتاعها 49,400 وحدة، وسعر الشراء 150، وتديني القيمة بتاعتي 7,410,000. طيب بمثال تاني عشان يتأكد معاك التمرين، ورقة وقلم ونبدأ نكتب التمرين معايا. المثال التاني بيقول لي المطلوب إعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات من السلعة ألف إذا توفرت البيانات والمعلومات الآتية لعام 2018. هو أعطاني في معطيات التمرين كمية المبيعات المقدرة لعام 2018، وأنا قلت لك ركز جدا على السنة المعطاة معاك في التمرين. أنا هنا هعمل موازنة عن 2018، يبقى طبيعي إن أنا هيديني قبلها سنة وبعدها سنة عشان أقدر أجيب المخزون الأول والمخزون الآخر. 2018 هيديك قبلها 2017، و2017 تبقى مخزون أول. طب و2018 2019 2019 هتبقى بالنسبة لك آخر اخر المدة. يبقى دايما حط السنة اللي هو عطيها لك في بداية التمرين حطها في الاساس، وابدأ قبلها سنة وبعدها سنة. السنة اللي قبلها اول مدة، السنة اللي بعدها اخر المدة. تعال نبص كمالة التمرين بتاعي. انا اول حاجة عطيناها لك كمية المبيعات، عطيت لك 10,000 وحدة في الربع الاول، 20,000 وحدة في الربع الثاني، 40,000 وحدة في الربع الثالث، 50,000 وحدة في الربع الرابع. عطاني بعد كده كمية المخزون من السلعة في نهاية عام 2017 بلغ 3,000 وحدة. ولاحظ ان هو لما بيديك مخزون اول المدة انت مبتضطرش تحسبه، لان هو بيديك مخزون اول المدة دايما جاهز. تمام، لاحظ الفرق هنا في كلمة مخزون، لكن انا هنا عطاك كمية مبيعات عشان كده بتبدأ تحسبها من ضمن مخزون اخر الفترة، لكن مخزون اول المدة انا اوريدي بديهولك جاهز. تمام، حد يقول لي بقى ماشي يا مس، بس ده مكتوب في نهايه، ما هي نهايه 2017 هي بدايه 2018. بعد كده بيقول لك يقدر مخزون اخر كل ربع سنه بما يعادل 10% من مبيعات الربع الذي يليه. هل ال 10% ثابته؟ انا ما عنديش ثوابت في التمرين، ال 10% ممكن تتغير. تمام، بعد كده تقدر كميه مبيعات التقديريه للربع الاول عن عام 2019 بما يعادل 10,000 وحده. زي ما اتفقنا ان الربع الاول ل 2019 هو الربع الاخير ل 2018، هو اخر مدة بالنسبة ل 2018. اعطاني بعد كده سعر الشراء التقديري للوحدة اللي هي 10 جنيه. طيب تعال نشوف الحل. الخطوة الاولى، ايوه بالظبط كده، الخطوة الاولى هي مخزون اخر المدة. تمام، طيب هنبدأ نكتب الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. انت عايز تجيب مخزون اخر المدة، احنا قلنا بنضرب حاجتين مع بعض، انا بضرب كمية المبيعات في نسبة المخزون. طب كمية المبيعات اجيبها منين؟ قلنا ان انا في اول رقم بنسيبه، لان انا باخد الربع الاول من الربع الثاني، الربع الثاني من الربع الثالث، الربع الثالث من الربع الرابع، والربع الرابع اللي هو السنة اللي بعدها. تمام كده، يبقى في حسابك للمخزون افتكر دايما ان انت بتسيب كمية المبيعات التقديرية للربع الاول مش بناخدها. تمام، طيب هنا بيقول لي هاخد كمية مبيعات
الربع التاني اللي هي 20,000 اضربها في 10% عشان اجيب المخزون اخر المدة للربع الاول 2000 وحدة. عشان اجيب مخزون اخر الربع التاني هناخد كمية المبيعات الخاصة بالربع التالت اللي هي كانت 40,000، بنضربها في 10% تديني 4,000 وحدة. عشان نجيب مخزون اخر المدة للربع التالت كنا بناخد كمية المبيعات التقديرية للربع الرابع اللي هي كانت 50,000 وحدة، بنضربها في 10% نسبة المخزون اللي هي المعطاة في التمرين، بتساوي معاك 5,000 وحدة. بالنسبة للمخزون الربع الرابع اللي هو الأخير، هنجيب الربع الأول للسنة الجديدة اللي هي بعد سنة 2018 اللي هي الخاصة ب 2019، تمام، اللي هي 10,000 في 10% تبدأ معاك 1,000 وحدة. هنا نفس الملحوظة، قلنا مخزون اخر الفترة بيعتبر اول فترة للفترة التي تليها، تمام كده. يعني ال2000 ده اخر فترة الربع الاول لكن بداية الربع التاني، ال4000 اخر فترة الربع التاني لكن بداية الربع التالت، طب ال5000 هو نهاية الربع التالت لكن بداية الربع الايه الرابع، والربع الرابع ده اللي هو بداية السنة التي تليها. نيجي بعد كده الخطوة التانية اللي هي الخطوة المعادلة. خطوة المعادلة زي ما اتفقنا في التمرين السابق، ان انا بجيب كمية المبيعات، بعد كده بجيب الربع الاول الربع التاني الربع التالت والربع الرابع بيديني الاجمالي، هنجمع عليها كمية مخزون اخر المدة اللي هو، وبعد كده يديني اجمالي الاحتياجات، هنطرح منها مخزوني الاول بنديني كمية المشتريات، نضرب في سعر الشراء يديني قيمة المشتريات. طيب نرجع تاني لمعطيات التمرين بتاعتي. معطيات التمرين هو عطاني 10,000، تعالى انا اذكرك بيها في التمرين، ادي 10,000، 20,000، 40,000، 50,000، افتكر يبقى 10,000، 20,000، 40,000، 50,000 موجودين عندك بترتيبهم هم 10,000، 20,000، 40,000، 50,000، بنجمع كل الكمية تديني 120,000 وحدة. انا كده كلمة وحدة بقى انا عطشاك بالكميات. طب زائد المخزون اخر المدة، مخزون اخر المدة هو الخطوة التانية اللي انت حسبتها، انا هنا كاتبة 2,000، 4,000، 5,000. تعالى نرجع للخطوة الاولى اهي، 2,000، 4,000، 5,000. قلنا في خانة الاجماليات الخانة الوحيدة اللي انا بجمعها او السطر الوحيد اللي احنا بنجمعه هنا هو السطر الاول بتاع كمية المبيعات بس، بعد كده بنمشي التسلسل الاعمدة زي الاعمدة الباقية. طب مخزون اخر المدة ما بيتجمعش، احنا بناخد الالف الاخيرة نحطها، يبقى هو ده مخزون اخر المدة بالنسبة لي في الاجماليات. نيجي كده بنوصل للاجمالي، اوصل للاجمالي ازاي؟ قلنا بنجمع اول رقمين في المعادلة بتاعتي، 10,000 زائد 2,000 يبقى ب 12,000 وحدة، 20,000 وحدة زائد 4,000 وحدة تديني 24,000 وحدة، 40,000 وحدة زائد 5,000 وحدة تديني 45,000 وحدة، 50,000 وحدة زائد 1,000 بتساوي معاك 51,000 وحدة، 120,000 زائد 10,000 بتساوي 121,000 وحدة. دي اجمالي احتياجاتي بالنسبة لكمية المبيعات مجموعة عليها المخزون الاخر المدة. نبدأ للخطوة التانية، نبدأ نحط مخزون اول المدة، وزي ما اتفقنا في التمرين السابق ان انا مخزون اول المدة بتاع الربع الاول مش انا اللي بجيبه، ده من ضمن معطيات التمرين، وهو ارجع معايا للتمرين، التمرين اعطاك هنا مخزون اول المدة 3,000 جنيه. حد تاني يقول لي نهاية ده نهاية 2017، ما احنا قلنا نهاية 2017 هي بداية 2018، وعشان كده من الضروري جدا تبص للسنة اللي هو معطاها لك في بداية التمرين بتاعتك، تمام. يبقى مخزون اول المدة بالربع الاول بالنسبة لي هو 3,000 وحدة، 3,000. المخزون الربع التاني اللي هو كان الربع الاول، شايف انا عملت لك خط ادي ال2000، تمام. الربع التاني هي بداية الربع التالت 4,000، الربع التالت اللي هي 5,000 بداية الربع الرابع، تمام كده. هنا هنحط في الاجمالي، احنا بنتكلم عن مخزون اول مدة، فانت بتحط اول رقم اللي هو بتاع الربع الاول. كده وصلنا لتاني
جزء في المعادلة، قلنا تاني رقمين بنعمل فيهم ايه؟ بنطرح. تمام، يبقى ال 12000 هنطرح منها 9000 وحدة، تديني ان كمية مشتريات التقديرية في الربع الاول هي 9000 وحدة. طيب الربع التاني كمية المشتريات اللي انت محتاجها، انا محتاجة مشتريات 24000 ناقص 2000، يطلع ان انا الكمية اللي انا محتاجاها في الربع التاني معايا 22000 وحدة. الربع التالت انا 45000 ده اجمالي احتياجاتي، وانا اوريدي عندي 4000، يبقى بنطرح الاتنين من بعض، يبقى انا عايزة 41000 وحدة في كمية المشتريات التقديرية بتاعتي. طيب 51000 دي احتياجاتك في الربع الرابع، وانا اوريدي معايا 5000 في المخازن بتاعتي، يبقى فاضل لي 46000 وحدة. عشان كده بنطرح مخزون اول المدة. نبدأ بعد كده اقول اجمالي احتياجاتي في خلال السنة دي اللي هي سنة 2018، انا عايزة قيمة مشتريات الكمية بتاع الاجمالي بتاع اجمالي الاحتياجات 121000 وحدة. انا موجود في المخازن بتاعتي 3000، يبقى انا بطرح ال 121 ناقص ال 3000 وحدة، يديني كمية المشتريات اللي انا هشتريها 118000 وحدة. تمام، نبدأ نضرب في الخطوة الأخيرة اللي هي خطوة سعر الشراء. خطوة سعر الشراء بتاعتي 10، بيتحط عند كل ربع، واضرب الكمية في السعر يديني القيمة 9000 في 10 ب90000 جنيه، 22000 في 10 ب220000 جنيه، 41000 في 10 بيديني 410000، 46000 وحدة في 10 تديني 460000 جنيه، 118000 وحدة في 10 تديني 1,180,000 جنيه. زي ما اتفقنا ان انا الموازنة التخطيطية للمشتريات بتجيلي دايما، ان انا بوفر لك معلومة كمية وغير كمية. يعني انا عشان انا بديك المعلومة كاملة، بديك كمية الاحتياجات اللي انا عايزاها بالكميات بعدد الوحدات، وبديك كمان بالاسعار التقديريه اللي انا قدرتها خلال السنه اللي هي القادمه، تبدا اديك قيمه المشتريات بالمبالغ. يبقى انا بديك كميه المشتريات، واديك السعر الترجيحي اللي انا رجحته، واديك كمان قيمتها بالمبلغ الجنيهات. طيب هل انا لازم، انت احنا لاحظنا مع بعض ان انا اعطاك الموازنه خلال سنه. احنا اتفقنا ان الموازنات او المحاسبه الاداريه تقدر ان هي تدي موازنات سنوية وممكن شهرية وممكن أسبوعية كمان، يعني ممكن بشكل يومي تديني موازنة مشتريات يومية. طيب احنا هناخد مثال أصغر شوية. لو أنا عطيتك موازنة شهرية، أنا هنا في الموازنة اللي أنا عطيتها لك السابقة دي كانت موازنة عبارة عن سنة، وإحنا قسمنا السنة فيها لأربع ترباع، كل ربع يضم 3 شهور على بعض، فدي قيمة احتياجاتي في كل 3 شهور. طب لو انا اديتك بقى، وانا طلبت منك ان انا اعد موازنه شهريه، عايزه كل شهر بشهر، ينفع؟ قال لي طبعا ينفع. تعال نشوف المثال التالت اللي معايا. بقول لي هنا مثال رقم 3، المطلوب اعداد الموازنه التخطيطيه للمشتريات من السلع الف اذا توفرت البيانات والمعلومات الاتيه لعام 2018. زي ما اتفقنا اول خطوه هتبص على السنه دي 2018، وكون عارف ان انا دايما هديك سنتين، سنه قبلها اللي هي 2017 وسنة بعدها اللي هي دي سنة 2018، يعني هنا مش محتاجة قوي سنوات غير في السنة اللي قبلها. كمية المشتريات هنا هتكون 2000 وحدة في يناير، 3000 وحدة في فبراير، 6000 وحدة في مارس. لاحظ ان انا هعطيلك بالشهور يناير فبراير مارس. طيب كمية المخزون من السلع في نهاية شهر ديسمبر، لاحظ هنا انا مش هعطيلك بالربع بقى، انا عطيلك بالشهر اللي قبل الشهر. يعني انا عطي يناير، فانا عايزه اللي قبل يناير اول مده، عطيلك ديسمبر. طيب وعشان بعد هنا اخر المده مارس، انا عطيلك بيانات مين؟ ابريل. تمام كده. طيب تعال نشوف هنبدا نحل التمرين بتاعي ازاي. الخطوه الاولى هي الخطوه الاساسيه بتاعتي، مخزون اخر المده اللي هو المخزون هنا مقدر بقى يناير فبراير مارس. قلنا بنضرب حاجتين في بعض، كمية مبيعات في نسبة المخزون.
كمية المبيعات، انا عايزة يناير ما باخدش بيانات يناير، باخد كمية مبيعات فبراير. طب عايزة فبراير باخد كمية مبيعات مارس. طب عايزة مارس بناخد كمية مبيعات ابريل. يبقى 3000 6000 5000. لو انت رجعت لبيانات التمرين اهي فبراير مارس، ورجعنا على ابريل عشان نجيب منه اللي هو مارس، تمام كده. طبعا بنضرب في النسبة بتاع المخزون، احنا قلنا نسبة المخزون مش ثابتة معايا، يعني هنا مغيرها لك هحط لك 20%. 3000 في 20% تبقى 600 وحدة، 6000 في 20% تبقى 1200 وحدة، 5000 في 20% تبقى معايا 1000 وحدة. وكمان لاحظ ان مخزون اخر الفترة بيعتبر هو مخزون اول الفترة، الفترة التي تليها. نكمل بقية التمرين. انا هنا التمرين بتاعي هيكون يناير فبراير مارس، هيكون بالشهور مش بالارباع. انا هنا بعمل موازنة تخطيطية للشهور معايا، تمام. كمية المبيعات التقديرية في الشهر الاول احنا هناخد بقى هنا كميات عادي 2000 3 6، لو احنا جمعناهم هيبقى 11000 وحدة. طب زائد مخزون اخر المدة، مخزون اخر المدة بالنسبة لي هو 600 1200 1000. طب واجيب مخزون اخر المدة بالنسبة للاجمالي منين؟ اللي هو اخر شهر معاك اللي هو شهر مارس، تمام. نيجي بعد كده قلنا في خانة الاجمالي انا بجمع، بنجمع ايه؟ بنجمع كمية مبيعاتي في يناير زائد مخزون اخر المدة بالنسبة ليناير، يبقى 2000 زائد 600 ب 2600. نيجي هنا 3000 زائد 1200 بتساوي معاك 4200، 6000 زائد 1000 بتساوي معاك 7000، 11000 زائد 1000 بتساوي معاك 12000 وحدة. بعد كده بنجيب مخزون اول المدة. مخزون اول مدة انت اتفقنا معاك ان هو انا هديهولك في معطيات التمرين. لاحظ عشان ده شهر يناير يبقى انا هعطيك معطيات شهر ديسمبر من السنة اللي قبليها. يبقى هناخد رقم ديسمبر نحطه في يناير، بناخد رقم يناير اللي هو مخزون اخر يناير يبقى هو بداية فبراير، بناخد اخر فبراير نحطه في بداية مارس. نيجي عند خانة الاجمالي بنبدأ نقول ان ده مخزون اول المدة بالنسبة لي. زي ما عملنا في خطوات التمارين السابقة هنبدأ نقول 2016 ناقص مخزون اول المدة يبقى 2200، تديني كمية المشاهدات التقديرية. 4200 هنطرح منها 600 تبقى 3600، 7000 ناقص 1200 تديني 5800، 12000 ناقص 400 تديني 11600. دي كمية مشترياتك خلال الثلاث شهور، ده الإجمالي بتاعها. لو أنت عايز تشتري بالتفصيل أنت هتشتري في يناير كام؟ هتشتري 2200 وحدة. طب لو أنا عايز أعرف فبراير هشتري فيه كام؟ 3600 وحدة. طب لو أنا عايز أعرف مارس أنا هشتري فيه كام؟ يبقى 5800 وحدة. إجمالي الثلاث شهور يديني 11600 وحدة. نيجي بعد كده بنضرب في سعر الشراء عشان اقدر اعرف بالمبالغ. 2200 وحدة في 10 ب 22000 جنيه، 3600 وحدة في 10 تبقى ب 36000 جنيه، 5800 وحدة في 10 ب 58000 جنيه، 11600 في 10، 11600 وحدة في 10 جنيه تديني 116000 جنيه. نبدأ ناخد تمرين للحل. واحنا زي ما اتفقنا ان احنا في كل حلقة بناخد تمرين لازم تطبق بايدك. المحاسبات ما بتتحفظ، لازم اطبق على اساس ابرهن الفهم بتاعي. ابدأ حل تمرينك وابدأ ابعت لي الاجابات او اسألني في اي خطوة من الخطوات بتاعتك وانا هتابعك. وطبعا احنا عارفين احنا بنتابع بعض ازاي. اللينكات كلها بتنزل على قناة مصر للتعليم الفني التعليمية، بيبدأ ينزل لك اليوتيوب واحنا بنكون متابعين كل الردود بتاعتكم وكل الاجابات بتاعتك. حط الاجابه بتاعتك او حط اللينك بتاعك وابعت لي حلك او ابعت استفسارك وانا هبدا اجاوب عليه. تعال نشوف تمرين الحل بتاعي، ورقه وقلم طبعا، ونبدا اكتب معايا التمرين. المطلوب اعداد الموازنه التخطيطيه للمشتريات من السلعه الف لطوافره البيانات والمعلومات عندك لعام 2018. عام 2018 كانت كميه مبيعاتك المقدره عن عام 2018 هي كالاتي: 20000 وحدة في الربع الأول، 40000 وحدة في الربع الثاني، 60000 وحدة في الربع الثالث، 70000 وحدة في الربع الرابع. وعطيتك كمان كمية المخزون من السلع
في نهاية عام 2017. يبقى مخزون ده بالنسبة لي ايه؟ ايوه انا كده سامع الاجابة الصح. مخزون هنا بالنسبة لك ان هو يكون بداية اول 2018، يبقى ده مخزون اول المدة بالنسبة لي اللي هو 30,000 وحدة. يقدر مخزون اخر كل ربع سنة بما يعادل 20% من مبيعات الربع الذي يليه. اخر قبل الحاجه اللي قبل الاخيره، تقدر كميه المبيعات التقديريه للربع الاول عن عام 2019 بما يعادل 10,000 وحده. اخر حاجه السعر التقديري الوحده 10 جنيه. اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني للصف الخامس، اتمنى اكون فدتكم ان شاء الله. مستنيه الاجابات بتاعتكم ومستنيه اجاباتكم على اساس ابدا احلها معاكم، ونبدا نستنى اجاباتكم في لقاء قادم إن شاء الله، في حلقة قادمة مع موازنة جديدة إن شاء الله بمشيئة الله. إلى اللقاء.